يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. المثال الثاني في حالة السبيشال كيسز باستخدام مش اناليسيس، هذه الدائرة اللي أمامكم شباب تعرفون، لو تلاحظون ياي بها فور لوبس، لذلك سمينا I1 I2 I3 I4. إذن الحالة الأولى أنه أيضا لكل لوب تنطيه تيار، هاي متفقين عليها ما أخشى. نجي نباوع على أنواع المصادر اللي موجودة. لاحظ كان اكو مصدر فولتي، وعندنا مصدر نوعين من مصادر التيار. قلنا ما طول اكو مصدر تيار اذا سبيشال كيس، ما طول بالمش اناليسيس ومصدر تيار اذا هي حاله خاصه. اول ما نفكر وين؟ باستخدام كيرشوف كارنت لو. الان لو نجي الى هذا الخمسة امبير، لو تلاحظوا وياي الاي 2 هو علاقة بين الاي 1 والاي 2، صاير بين اللوب 1 ولوب 2. إذن أنا حتى أكتب معادلته، أكيد الاي 2 هو باتجاه الخمسة أمبير والاي 1 عكس اتجاه. إذن أنا أقدر أكتب إذن عبارة عن الاي 2 ماينس اي 1 يساوي لي 5. I1 I2 minus I1 شلون عرفتها؟ الـ I2 باتجاه الخمسة والـ I1 عكسه، إذا I2 صارت I2 ناقصا I1 يساوي لخمسة. هذه معادلة رقم واحد. إذا أنا أول ما أفكر من ألقى مصادر تيار بالمش أناليسيز أفكر أكتب معادلة كل مصدر، هاي خطوة. الخطوة الثانية الآن أجي للمصدر الآخر اللي هو 3I0. 3i نوت اكتب معادلته. لو تلاحظوا ياي ال 3i نوت منين جاي؟ علاقه بين الاي 2 والاي 3. الاي 2 هو باتجاهه والاي 3 عكس اتجاهه، اذا اكيد ان الاي 2 ماينس اي 3 يساوي لقيمه المصدر ايش قد؟ 3i نوت. 3i نوت اوكي. الان اجي اتساءل الاي نوت وين موجود بالدائره؟ الاي نوت الان الاي نوت هو هنا مكانه. الاي نوت هو هذا هو الاي نوت بالدائره، هذا هو الاي نوت بالدائره. الان شنو الاي نوت على هالرموز التيار مالتي؟ هو اكيد ماينس اي 4 عكس اتجاه الاي 4. الاي نوت منا والاي 4 جاينا منا، اذا هنا بما ان الاي نوت هنا هو عبارة عن ماينس اي 4، أعوض هذا بهذه المعادلة فصار عندي اي 2 ماينس اي 3 يساوي لي ماينس 3 اي 4. أرتب معادلتي فراح أقول ان اي 2 يساوي ماينس اي 3 بلس 3i4 يساوي لي 0، وهذه المعادلة رقم 2. إذن أنا أول ما فكرت وين فكرت؟ فكرت أكتب معادلة كل مصدر تيار بحالة سبيشال كيس. هذه ما بها إشكال، عبارة عن علاقة بين تيارين، كتبت معادلته اللي وي اتجاهه اعطيته موجب، اللي عكس اتجاهه اعطيته سالب، ويساوي لقيمة مصدر التيار. هنا الآن هذا الثلاثة I نوت I2 باتجاهي والI3 عكس اتجاهي، إذا اللي باتجاهي أعطيه موجب، اللي عكس أعطيه سالب، ويساوي لقيمة مصدر التيار. كان قيمة الوحدة مثل هذا الخمسة أمبير كانوا بها، أسكت من عنده. لا والله بدلالة متغير آخر أجي أبحث عنه أيضا بدلالة التيارات، حتى يصير عندي أنا عندي أربع مجاهيل I1 I2 I3 I4 أبحث عنهن، صارت عندي معادلة رقم 2. الآن شو أسوي؟ أنا محتاج ما طول عندي أربع مجاهيل، إذا أحتاج أربع معادلات. أجي أباوع وين؟ أجي إلى أبحث عن أي لوب ما بي مصدر تيار، أي لوب ما بي مصدر تيار، أباوع إلى لوب أربعة ما بي مصدر تيار، إذا ممكن أكتبه بالطريقة السابقة، ممكن اللي هي إنه الآن راح أكتب لوب أربعة، أجمع مقاوماته اللي هي 2 زائد 8، إذا هو عبارة عن 10 أضربها بتيارها اللي هي I4، 2 زائد 8 مضروبة في تيار. عندي اشتراك ويا من؟ عندي اشتراك ويا I3 ماينس 8 I3
ماينس عندي اشتراك ويا اي 3 ماينس 8 اي 3 ويساوي لي مصادر فولتيه عند الماي العشره اتجاهها عكس اتجاه دوران الاي 4، اذا هنا ماينس 10 وهذه تكونت عندي المعادله رقم 3. الان ارجع مثل ما قبل شويه، نرجع علما الى السوبر مش اللي تولدت نتيجه وجود مصادر التيار. فاعيد رسم الدائره، اعيد رسم الدائره بهذا الشكل، اعيد رسم. بعد ما شو اسوي؟ ارفع مصادر التيار، ارفع مصادر اسويها اوبن سيركت، فهنا اعيد رسم الدائره بهذا الشكل تماما. بعد ما ارفع منها مصادر التيار بهذه الطريقه، هذه هي، هذه هي الدائرة مالتي هنا، هذه هي العفو، هذه المقاومة هنا، هذه المقاومة 2 أوم وهذه 4 أوم وهذه 2 أوم وهذه 8 أوم وهذه 10 فولت مالتي وهذه 6 أوم. الآن تولدت عندي هذه اللي سميناها هي السوبر مش نتيجة رفع مصدر مصادر التيار. عندي اثنين هسه موح، فارفع مصادر التيار اثنينهم، فالان صار عندي سوبر مش. هذه السوبر مش شو اسوي؟ اطبق قانون كيرشوف للفولتيات. شو اسوي هنا؟ هذا الاثنين، انا فارض التيار اي 1 بهالاتجاه مالته، كل واحده وتيارها، من يمر بالاثنين اوم تيار اي 1، منين فارضه اني؟ فارضه منا، اذا هذا الموجب ماله منا والسالب منا، ايش قد قيمه الفولتيه على اطرافه؟ 2 اي 1، فولتيه على اطرافه 2 اي 1. اجي هاي الاربع وين صايره؟ لوب 3، لوب 3 فارض التيار ماله بهالاتجاه، اذا الموجب ماله هنا والسالب، ايش قد الفولتيه مالتها؟ 4 اي 3، تيارها الاربع اوم منو تيارها؟ اي 3، شنو اتجاهها؟ بهالاتجاه، اذا الموجب منا والسالب منا. قيمة فولتيتها 4 i3. اجي المقاومة 8، ايش فارضها؟ الان انا اذا امشي وين؟ بهالاتجاه، هذه السوبر مش وين صارت؟ صارت ب i3، اذا راح امشي مع ال i3، اذا هذا الموجب منا والسالب منا، ايش قد قيمة فولتيتها؟ 8 i3، لان انا اذا امشي ويا من بعدني بلوب 3، 8 i3 ماينس i4، يعني عكس اتجاه ال i4 منه، هذا الثمانية شمر بها i3 ماينس i4، فاني من اخذها اخذها كانما امشي مع ال i3، بقى 6 اوم، 6 اوم من يمر التيار بي؟ يمر بي ال i2، يمر بها، اذا وال i2 منين جاي؟ بهالاتجاه، اذا الموجب مالته منه والسالب منه، والفولتية على اطرافها 6 i2. اذا شباب ايش راح اسوي؟ اني بعد ما فتحت السوبر مش اطبق قانون كيرشوف، كل مقاومه ويا من؟ ويا تيارها، وكل مقاومه مع تيارها حسب اللي فرضته، انا فرض على تياراتي 2 اوم من يمر بيها تيار اي 1، من اتجاهها؟ منا اللي جاي، اذا كانما الموجب منا والسالب منا 2 اي، فولتيته 2 اي 1. ليش؟ لان تيارها اي 1. الاربع اوم منو تيارها؟ الاي 3. منين ديمور؟ منا، اذا الموجب منا والسالب منا، ايش قد قيمه الفولتيه عليها؟ 4 اي 3. اجي الى شنو؟ الى الثمانيه، ثمانيه يمرن بها تيارين، فاني دا وين اشتغل؟ بلوب 3، فراح امشي ويا الاي 3، اذا اي 3 ناقص اي 4 مضروب في قيمه الثمانيه، الستة اوم بقى عندي يمر بها الاي 2، الاي 2 منا ديفر، من الموجب منا والسالب. اكتب الان قانون كيرشوف لهذه السوبر مش، السوبر مش، فهنا الان لو بديت منا لان لو تلاحظون وياي كله موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب، اذا كلهن بنفس الاتجاه، فعد ماكو داعي اكتبهن بالسالب، اذا كلهن انطيهن اشاره موجبه، كلهن بنفس الاتجاه، ما عندي واحده عكس الثانيه، اذا هنا راح ابدي مثلا 6 6 اي 2، هذه فولتيه 6 اي 2 بلس 2 اي 1، شنو هاي بعد؟ بلس 4i3، 4i3 بلس 8i3 ماينس i4، والنتيجة تساوي لي
صفر، وهذه هي المعادلة رقم، وهذه هي المعادلة رقم 4. صار عندي أربع معادلات، أربع معادلات. شلون أحلها أنا؟ طبعا بالمناسبة إذا أحلها بالديترمنت، إحنا الديترمنت إذا نحله مانيوال 3 يعني ما نقدر نزيد أكثر من عنده. فإيش أسوي إذا صار عندي أربع معادلات؟ لازم أن أجد طريقة. الطريقة هذه شلون شباب؟ أباوع علما، أباوع لازم أسوي لي ثلاث معادلات من عندهن حتى أحلها بطريقة الديترمنت. فايش أسوي؟ الآن لو تلاحظوا ياي المعادلة، خلى معادلة رقم 4 أرتبها أكثر، معادلة رقم أرتبها أكثر، مثلا هنا 2i1 plus 6i2، هنا عندي 8i3 وعندي 4i3، إذا هنا بلس 12i3 وماينس 8i4 يساوي لي صفر. رتبت المعادلة رقم 4 بهذا الشكل، صارت عندي أربع معادلات، أربع معادلات. الآن شو أسوي؟ أباوع إلى أنه مثلاً المعادلة الأولى، المعادلة الأولى بها I1 وبها I2، المعادلة الثانية بها 2 و3 و4، المعادلة الثالثة بها 4 و3، عدا المعادلة الرابعة. الآن لو لاحظ أنه هنا مثلاً الI1، الI1 موجود وين؟ موجود بالمعادلة الأولى، موجود بالمعادلة الرابعة. مع العلم الـ I2 موجود بالواحد، موجود باثنين، وموجود بأربعة. الـ I3 موجود بتو وبثري وبأربعة. إذن شو أسوي؟ يا تيار موجود بثلاث معادلات أبقي، عدا التيار اللي موجود بمعادلتين أحاول أكنسله من واحدة من المعادلات. شلون؟ يعني مثلا لو أجيت من معادلة from واحد، from واحد معادل، أو طلعت التيار I1، I1 شو يساوي لي؟ I1 يساوي لي خمسة زائدا، أو I2 العفو، I2 ناقص خمسة، ناقص خمسة. ليش؟ لأنه الآي وان فقط موجود وين؟ بالمعادلة الأولى والمعادلة الرابعة. فلو كنسلت من معادلة أربعة، لو كنسلت من معادلة أربعة، راح يبقى ثلاث مجاهيل، راح يبقى عندي ثلاث مجاهيل بيها. فسال الآن لو عوضتها صب انتو أربعة، راح أعوض وين؟ أعوض هذا الكلام بمعادلة أربعة، يعني الآي وان راح أعوضه في معادلة أربعة. راح ينتج يلد، ينتج راح ينتج عندي المعادلة التالية اللي هي الآن، ورا ما أرتب المعادلة الأربعة راح يصير عندي ثمانية آي تو زائد 12 i3 minus 8 i4 ويساوي لي 10. لاحظوا ياي، هسه الآن خل أسميها هاي معادلة نسميها معادلة 5، معادلة نسميها معادلة 5. فلاحظوا ياي إنه الآن سويت أني كنسلت i1 من معادلة رقم 4. ليش؟ لأنه i1 موجود فقط 1 و4، فكنسلت من أربعة، صار هسه عندي من from، إذن هسه الآن لو عدا from one and two and five، ثلاث معادلات ما بيهن I1، ما بيهن I1، كلهن العفو from two و three، from two و 3 و 5، 2 و 3 و 5. الآن هذه المعادلة وهذه المعادلة وهذه المعادلة ما بيهن I1، إذا أقدر أكتب المعادلات هذين الثلاثة. لو تلاحظوا ياي إنه الآن المعادلة، أجي أكتب المعادلة رقم 2، معادلة رقم 2، هذه المعادلة رقم 2، خلي أعيد كتابتهن I2
ماينس اي 3 اي 4 يساوي لصفر. معادلة شنو هذا؟ معادلة رقم 2. لو اجيت الى معادلة رقم 3 هم اعيد كتابتها اي 2 ما بيها، فهنا صار عندي ماينس 8 اي 3 زائد 10 اي 4 ويساوي لي سالب 10. لو اجيت الى معادلة رقم 5 هنا 8 اي 2 8 اي 2 زائد 12 اي 3 ماينس 8 اي 4 ويساوي لي 10. اذا صار عندي ثلاث معادلات، بس تنتبه لي شلون راح اكتبها. هنا الكونستانت مالتي الاي 2 هنا شنو قيمته؟ 1. الاي 3 سالب 1 وهذه 3، والاي 2 هنا ما موجود اذا قيمته 0. هنا سالب 8 وهذه 10 وهنا 8 وهنا 12 وسالب 8. التيارات مالتي منو؟ بعد اي 2 واي 3 واي 4، لان الاي 1 اني دخلت ضمنا وين؟ بالاي 2 ما خليته يظهر. هنا تبدي شلون الحرفة بالموضوع. أنا عندي أربع معادلات بس أريد أطلع قيم وأعرف أطلع الديترمنت مال ثلاثة، فأختصر الأربع معادلات بثلاث معادلات. شو أسوي؟ أباوع يا واحد من المتغيرات أقدر أذوب بيهن أدخل بيهن. شلون؟ إذا ألقى متوفر بس معادلتين، مع العلم ان نيتشه موجودات بثلاث معادلات اللي هي الاي 2 والاي 3 والاي 4 بهذا الشكل. ممكن يا الاسلم هنا الاي 2 ممكن انه تستبدله مكان الاي 1، فكيفك بعد بالطريقه اللي تعجبك. مثلا ممكن نعوض بدلات الاي 1 مكان الاي 2 ويساوي لي الحد المطلق اللي هو 0 سالب 10 10. الآن شوف بديت I2 I3 I4، لأن I1 أنا ذوبته في داخل الـ I2. الآن أقدر بعد بحسابات بسيطة أطلع الـ determinant الأصلي. الآن الديدير بعد ما أوصيكم شلون طلع، يعني هو طلعنا من عدها determinant يطلع عندك 56 والدلتا 2 يطلع عندي سالب 140 ودلتا 3 يطلع عندي 220 ودلتا 4 يطلع 120. ومن هذا الكلام راح نجد انه الاي 2 طبعا راح يطلع عندي الاي 2 يطلع عندي ماينس 2.5 امبير، ومن عدها اعوض بمعادلة الاي 1 يطلع عندي هنا الاي 1 يطلع عندي قيمته ماينس 7.5 امبير، والاي 3 يطلع عندي 3.93 امبير، والاي 4 2.143 امبير. شكرا جزيلا على الحضور والاستماع.